بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس من مادة نمذجة وتصميم الأجسام الثلاثية الأبعاد 3D Modeling. إن شاء الله خلال هذا الدرس سوف نتحدث عن أهم الموديفاير في برنامج 3D Max، ولكن اللي تخص الخطوط الشيب بشكل عام. المحاضرة الماضية تحدثنا عن الموديفاير اللي خاصة في الجيومتري، اليوم نتحدث عن الموديفاير اللي خاصة في الشيب. من أهمها وأكثرها استخداما وشيوعا، وهي أكثر من ذلك، الإكسترود والسويب والليث واللوفت. وزي ما أنت شايف معي، كل واحد من هاي الأشكال راح يحول الخطوط إلى أشكال مختلفة تماما عن ماهيات الخط. لذلك راح نحاول نطبقهم الأربعة واحد واحد على كل واحد على حدة. راح نفتح بروجكت جديد ونحاول انه نطبق على الخطوط، لكن ما قبل ذلك لو نحاول انه نتعلم كيفية رسم الخطوط وشو الاشياء الاساسية اللي ممكن نتعلمها في هاي الخطوط. من قائمة create shape في عنا line، هو اهم العناصر، by click وليس drag. في عنا circle، في عنا rectangle، في عنا ellipse، في عنا العديد من الاشكال. في عنا تكست، في عنا العديد من أشكال الخطوط اللي احنا ممكن نستخدمها، لكن أهم واحد فيهم وأكثرهم استخداما هو اللاين. لذلك رح شوي نضغط عليه بحيث انه نتعلم كل الأشياء الأساسية اللي رح تهمنا فيه. Ctrl A ديليت لكل الأشياء اللي احنا والأشكال اللي رسمناها، ورح نحاول نرجع لللاين ونشوف شو ممكن انه احنا نشتغل عليه بشكل سريع جدا. اللاين اهم بروبرتيز انه الدراج تايب كورنر وسموث. كورنر راح يرسم لي الزوايا على شكل كورنر، واذا اخترنا سموث راح تكون الزاويه سموث راح تكون الزوايا انعم، وهكذا الأمر. اللاين مش زي يختلف تماما عن الجيومتري، ما في له convert to editable polygon، لأنه هو أصلا أقل شيء في الأشياء اللي مرسومة معانا. يعني لو حاولنا أنه نشوف البروبرتيز اللي خاصة في هذا اللاين من خلال الموديفاير ليست، راح أشوفها مباشرة الفيرتكس والإدجز اللي موجودين. راح أضرب مثال سريع جدا، الفيرتكس أني تايم بإمكاني أخذ هاي النقاط وأحركها، وأكيد بس أخلص هاي العملية ما ننسى أنه نطفي الفيرتكس. مثال سريع جدا، لو أخذت هذول النقطتين بحيث أني أنا أغلق هذا الشكل، بدي أنزل في البروبرتز لتحت شوي وأبحث عن أمر اسمه ولد. بس نرفع قيمة الولد لأنه كانت قليلة، اللي هي المسافة ما بين النقاط. لذلك الأمر بدنا نكون حريصين أثناء الرسم إذا كنا بدنا نغلق الشكل أو لا، لأنه المفروض أنه يستشيرنا. يعني على سبيل المثال close spline، إذا بنحكي له yes رح يغلق الشكل، إذا بنحكي له no ما رح يغلقه. هيك أنا حصلت على شكل مغلق تماما. تعالوا نطبق أول أمر بسيط، ديليت لكل العناصر اللي موجودة أمامي، ورح ناخد اللاين ونحاول نرسم أي شكل. يمكن هذا مثال احنا اشتغلنا عليه في مادة البرمجيات الجاهزة. اوكي، هذا اللاين اللي احنا قمنا برسمه، انا تعمدت رسمه على شاشة الفرونت فيو. راح انتقل للموديفاير ليست وارسم او اختار الاول موديفاير اللي هي اول موديفاير الاكثر استخداما وشيوعا اللي هي الاكسترود. فعليا اختفى الشكل لكنه موجود. اذا بتلاحظ معي قيمة الاكسترود هي زيرو، بامكاني ازيد هاي القيمة او اقللها. طبعا
الظهر معي بالشكل الأسود رح أعمله فاكت ونشوف إنه هذا الشكل الإكسترود. بإمكاني أيضا أزيد السيجمنتيشن عليه، مش واضحة معنا نضغط F4 حتى نشوف السيجمنتيشن. في عندي أوامر أخرى كابس and ما رح تشتغل على هذا الشكل. لو إحنا كان عندنا الشكل مغلق رح تشوف فائدة هاي العناصر، لذلك الأمر يتوجب علينا رسم شكل مغلق. نجري اختبار على الستار على سبيل المثال، وأنا إذا بتلاحظ إنه معي أو بتلاحظوا معي إنه كل الرسوم اللي بحاول إني أرسمها على شاشة الفرونت فيو حتى تظهر معي بهذا الشكل. رح ننتقل لقائمة الموديفاير ونختار أمر إكسترود. بنفس ماهية الشكل الماضي عمل امتداد للخط على الماينس للخلف وعلى الموجب للأمام، كذلك الأمر أمر السيجمنتيشن موجود عليه. أكيد هذا السيجمنتيشن بفيدني إذا بدي أجري عليه أضيف عليه الجيومتري موديفاير زي البند زي التويست زي الأشياء السابقة اللي إحنا تعلمناها. كمان في الأتربيوت الخاصة فيها وفي البراميتر اللي خاصة فيه عندي الكاب إند الكاب ستارت اللي هي المنطقة منطقة المقدمة والنهاية. ممكن إني أنا أفرغ الشكل منهم. هذا مثال بسيط على الأمر إكسترود اللي رح يعمل معانا امتداد للخطوط. الأمر الثاني اللي إحنا ممكن نطبقه على الخطوط بشكل عام هو أمر سويب أو جيومت الموديفاير سويب. رح أنتقل للفرونت فيو ونرسم مع بعض على سبيل المثال لاين بهذا الشكل. رح أنتقل للبرسبكتيف فيو وننتقل أيضا للموديفاير ليست ونختار الأمر سويب. رح يحول الشكل أو الخط اللي أنا قمت برسمه إلى شكل ثلاثي الأبعاد على شكل أنبوب، لكن شكل الأنبوب هو أنجل زاوية حرف L. رح نشوف إنه هاي في إلها باراميتر أيضا بروبرتيز طول وعرض وسماكة، وهاي الباراميتر تختلف حسب الشكل اللي إحنا اخترناه. أيضا بإمكاني في السويب باراميتر إني أضيف الزاوية أغيرها، مثلا هي كانت الديفولت زيرو ممكن أعملها العكس 180 درجة، ممكن إني أعملها 90 درجة حسب الشيء أو الشكل اللي أنت بترسم فيه. أيضا ممكن إني أنا أغير شكل هذا السويب أكيد بإمكاني أغير على البروبرتيز تاعته. في عندي العديد من الأشكال الديفولت الموجودة عندنا هون، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هل بإمكاني أني أنا أضيف شكل آخر؟ نعم بإمكاننا نضيف شكل آخر. يعني لو ضربنا مثال آخر بجنبه، راح أنتقل على سبيل المثال إلى شاشة التوب فيو وأحاول أرسم لاين آخر بهذا الشكل وأعمل كلوز للسبلاين وأفكر في شكل المسار هذا اللي أنا بدي أعمله. على سبيل المثال بدي أنتقل للفرونت فيو وأرسم شكل المسار، ومكان الشكل مش كثير مهم ما بيهمني. رح أخذ لاين وأختار كورنر بحيث أنه يطلع مع الشكل بزوايا. راح أضغط شيفت على الكيبورد حتى أجبر البرنامج يرسم لي خطوط مستقيمة. ممكن إنه نستفيد من
الجريد لاين اللي موجود أمامي مثلا، هذا هو الشكل اللي أنا بحاجته، أو أي شكل أنت ممكن أنك ترسمه، أو ممكن يكون نص. هاي النص كمان رح صغر حجمه ونجرب شو التأثير اللي رح نحصل عليه من خلال الأمر سويب. باخذ اللاين وانتقل للموديفاير ليست وبضيف الأمر سويب، ومن ثم ما رح اختار بيلت ان سكشن، رح اختار يوز كاستم سكشن، ومن يوز كاستم سكشن رح اختار البيك شيب او باتون بيك، وراح اعمل كليك على الشكل اللي انا رسمته، راح مباشرة ينتقل على اللاين. راح انزل في البروبرتيز واغير الزاوية لزيرو، ضغط رايت كليك، بدي اياها بالعكس 180 درجة. هذا هو شكل المسار. الجميل في الموضوع انه ممكن اني انا اعدل على هذا الشكل اللاين، يعني نرجع للشكل الأصلي، نختار موف مثلا النقطتين هذول اللي هون بإمكاني أكبرهم، راح ينعكس على الشكل اللي أنا قمت برسمه. هاي النقطة اللي هون للأعلى للأسفل حسب المكان اللي أنا أحرك فيه هاي النقاط. ممكن أغيره؟ أكيد نعم. نرجع للشكل الأصلي، ما راح ما سمح لي أعمل كليك عليه لأني ما زلت موجود على الفيرتكس، بطفيها وبرجع للشكل وبحكي له بيك أنذر أوبجكت، بختار كلمة زي. بدك تكون شديد الملاحظة بحيث أنك تلاحظ أنه الشكل اللي نزل عندي هون بيشبه كلمة زي، لكن لأنه مغلق فما شعرنا فيه. لكن أنا لو رجعت للسويب الأول واخترت use custom section back زي، راح تشوف انه فعلا غير اللاين، واللاين اخذ شكل الكلام اللي انا كتبته. اكيد اذا طلع معنا معكوس ممكن انه احنا نغيره، ممكن انه نعمل له rotation بالطريقة اللي احنا او بالطريقة اللي راح تعطيني الشكل الصحيح. هذا بالنسبة للأمر سويب. ممكن إنه نطبق الجيومتري، سوري، نطبق الموديفاير رقم 3 اللي هي الليث. ممكن إحنا شفناها سابقا في برنامج السينما 4D. أنا بحاجة في الليث إلى خط، أو إني أتمكن من رسم المسقط الجانبي للعنصر. خليني أشتغل بطريقة شوي مختلفة. راح أخذ كورنر وأخذ نقطة بهذا الشكل، موضوع ممكن نوهنا إله سابقا، إني أنا بإمكاني أرجع للفيرتكس الأصلية لللاين بحيث إني أتمكن من تغيير مكانها. أيضا أي نقطة أنا قمت برسمها بإمكاني أضللها وأضغط كبسة يمين رايت كليك وأختار شكلها حيث أنه تصير معنا سموث. الآن راح نطفي الفيرتكس وننتقل للموديفاير ليست ونختار الأمر ليث، وفعليا استطاع أنه يحول الشكل الشيب أو الشكل ثنائي الأبعاد إلى شكل ثلاث الأبعاد، لكن في له بعض البروبرتيز اللي احنا ممكن انه نغير عليها. على سبيل المثال ويجب تغييرها اللي هي اهم باراميتر هو بيشتغل معها اللي هي الالاينمنت. الديفولت للبرنامج اذا لاحظت معي انه بيعمل الالاينمنت فروم سنتر للشكل للخط اللي انا رسمته، بيعمل alignment على السنتر. ممكن أنا أغيرها للماكسيمم أقصى اليمين والمينيمم أقصى اليسار. اللوفت اللي إحنا متعودين نستخدمها
كانت بهذا الشكل، انه على المينيمم المعلومه اللي بدي اوصل لك اياها انها يجب ان تكون على المينيمم، لاني استطعت رسم الشق الايمن او الايسر من الشكل وما كنت احدد له على اي محور. هو راح يعمل روتيشن، راح ارجع اشغل الليث. ايضا في بروبرتيز هون ديجري اللي هي الزاويه، حتى يفرجيني انه اللاين اللي انا رسمته كيف تم تمثيله من خلال خاصيه الليث. او ممكن اني انا اكون بحاجه رسم عنصر مثلا نصف فازه بهذا الشكل. هو الديفولت له 360 بحيث انه يلف على المحور كامل. ايضا في له بعض الخصائص انه عدد السيجمنتيشن اللي موجوده على هذا العنصر اللي انا قمت برسمه. تعمدت رسم الفازه بحيث اني انا ارسم الجزء العلوي منها ايضا، لكن انا الان بحاجه الى لاين جديد. واكيد انه اللاين الجديد اللي احنا قمنا برسمه راح ننزل من الموديفاير ليست الى ليث على حدة، ونختار مينيمم بحيث اني احصل على الشكل العام اللي انا ببحث عنه. الجميل في الموضوع انه اني تايم انا بامكاني ارجع لللاين وارجع للفيرتكس واتحكم في هاي النقاط، وبرجع بعمل كليك بشوف النتيجة. مثلا النقطة هاي اللي هون نحولها لسموث، ننزلها للأسفل شوي، نغير أماكن بعض النقاط بحيث إنه نشوف النتيجة النهائية. ممكن من خلال الأمر ليث إنه نعمل بعض الأشكال المعقدة. إن شاء الله في الدرس اللاحق راح أحاول إني أرسم لو شكل أو شكلين أبسط من ذلك، أعقد من ذلك سوري، بحيث إنه نشوف فائدتها وشو الأشياء اللي ممكن إنها تترتب على استخدامي للليث. أيضا من الأشياء اللي إحنا ممكن نستفيد من الموديفاير اللي خاصة في الشيب اللي هو الموديفاير الرابع اللي هو اللوفت، لكن اللوفت مش موجود في قائمة الموديفاير ليست. اللوفت موجود في قائمة كرييت، خلينا نشوفه. ما قبل ذلك خلينا نرسم لاين حتى نطبق عليه، نرسم لاين حتى نطبق عليه اللوفت. راح ارسم لاين بهذا الشكل على سبيل المثال، وارجع للجيومتري واحول هاي النقطة لسموث، النقطة اللي هون لسموث، او بضللهم التنتين معا وبختار سموث. الان بدي اقوم بتحويل هذا الشكل ثنائي الابعاد الى شكل ثلاثي الابعاد عن طريق موديفاير لوفت. الان انا بحاجة الى اني ارسم الشكل اللي بدي اقوم بالتحويل له، مثلا سيركل واللابس وستار. خلينا نشوف شو الفرق في استخدام اللوفت عن استخدام الليث. اول شيء بنوه له انه مكان الاشكال اللي انا رسمتها ما له علاقة في عملية الرسم. الآن بدي أشوف خاصية اللوفت، راح نعمل كليك على اللاين وننتقل لتاب جيومتري، ومن تاب جيومتري نختار دروب داون منيو ونختار منها كومباوند أوبجكت، ومن كومباوند أوبجكت راح نشوف البروبرتيز لوفت اللي إحنا عم نتحدث عنها. راح نختار لوفت ونختار من لوفت، لاني ماسك اللاين او ماسك الباث، راح اختار جيت شيب. وبعد ما اختار جيت شيب اروح اعمل كليك على السيركل، مباشره شكل اللاين
راح يتحول إلى أنبوب بهذا الشكل. ممكن السؤال اللي بتبادر لذهنك الآن، طب أنا ليش استخدمت رايتك لك، ليش استخدمت اللوفت، ليش ما استخدمت السويب؟ خليني بس أرجع للخلف شوي، أخذ أو أرجع أرسم لاين تاني مشابه له من شيب من لاين بشكل سريع جدا. حتى نشوف شو الفرق ما بين Properties Sweep و Loft. راح أختار من هون Circle، أو Cylinder، وأرفع نصف القطر حتى يصيروا الشكلين تقريبا نفس الماهية. كلام صحيح، هما متشابهين. الفرق ما بين السويب واللوفت انه السويب بروبرتيز رح يتحول الشكل كامل الى دائرة، واللوفت اكيد هون تحول كامل الى دائرة، لكن في اي لحظة انا ممكن ارجع لللوفت بروبرتيز واغير على هيئته، بمعنى اني ممكن اعمله في البداية دائرة وفي النهاية ستار على سبيل المثال. بداية اللاين هي 0 ونهاية اللاين هي 100%. رح نعمل كليك حتى نشوف خصائص اللوفت، ورح أرجع من خصائص اللوفت أحكي له get shape أو نشوف path parameter إذا كانت مغلقة بدنا نفتحها. بحكي له أنا هون موجود على 0 اللي هي البداية، بحكي له نقطة النهاية لللاين هي 100، انتر، وبرجع بحكي له get shape وكليك على الستار. راح تشوف انه بختم في اشاره سيلكشن، راح تشوف انه النهايه هي ستار وفي بدايه الشكل هي سيركل. اللطيف في الموضوع هذا الشكل ما بدنا اياه، كليك وديليت. الجميل في الموضوع انه شباب بإمكاني أنا دائما وأبدا أرجع للشكل الأصلي، مثلا الستار، وأرفع الراديوس 1 اللي هو نصف القطر الخارجي نصف القطر الداخلي. في أي لحظة ممكن أني أنا أزود هاي القيم وأقللها حسب الشيء اللي أنا بقوم فيه. أيضا من خصائص اللوفت لو شفناها أيضا، في النهاية رح نحكي عن الديفورميشن، الكابينج في السكن باراميتر. ممكن أشيل الكاب at end رح يعمل لي فيه فجوة، أو الكاب اللي موجودة في البداية ممكن يشيلها أو حسب الشكل اللي احنا نشتغل عليه. هاي بروبرتيز بصراحة كثير بتفيدنا وبنشتغل عليها. في بعض الأمور ممكن احنا حكينا عنها بشكل سريع جدا، لكن حابب أفرجيك إياها. وأنا موجود على الباث 100، بدي تلاحظ أنه في عندي هون كروس هون، مش واضح معي عشان بسبب عدد السيجمنتيشن. يمكن لو في البداية نجربه كمان مرة أفرجيك إياه. يعني مثلا لو قدرت المسافة اللي موجودة بالمنتصف تقريبا راح تكون 50، راح أجي على اللوفت وأحكي له على الباث 50% اللي هو تقريبا راح يكون منتصف الباث، وإنتر. هاي الكروس اللي أنا بتحدث عنها لونها ذهبي، أحكي له في المنطقة هاي منتصف الباث
ارجع وخذ لي جيت شيب، لكن الجيت شيب هو اللابس. فهو فعليا شو اللي راح يعمل؟ راح تكون البدايه سيركل، وفي المنتصف اللابس، وفي النهايه ستار. راح يتحول الشكل بهذا او بهذه الهيئه. اللوفت هي حلالة المشاكل في بناء الأجسام ثلاثية الأبعاد، وخصوصاً في حال احتجنا نعمل كائن حي أو كائن بشري أو كائن فضائي، فرح يكون كل الضغط في الشغل على خاصية اللوفت، لأنها أسرع وأسهل طريقة لعملية الرسم. بنوه بس لموضوع صغير هون، لأن شلت الكابس الموجودة في الأعلى، إنه الشكل ما إله سماكة زي ما إحنا شايفين، فلذلك الأمر راح أضطر أضيف عليه كمان بروبرتيز بحيث إنه يصير إله سماكة. راح أخذ الشكل اللي هو في نهاية المطاف صفة عند اللوفت، وأختار من الموديفاير ليست أمر اسمه شل. بتلاحظ إنه أمر شل عمل ليله سماكة. ممكن أزيد هاي السماكة للداخل إنر، وممكن أيضا على الأوتر أماونت أزيد السماكة. أيضا السماكة هاي اللي بتطلع معي في إلها سيجمنتيشن إن دعت الحاجة إلى استخدامه. في أي وقت ممكن أنا أشيل الشل، ممكن أرجع لخصائص اللوفت. إذا في عندي خصائص أخرى راح تشوف إنه في درس لاحق إن شاء الله راح نبني مجسم كامل، راح يكون كل شغلنا على اللوفت. الهدف منها إن استطعت تحديد الشكل بداية الخط ونهايته ومنتصفه، إنه راح أتمكن من رسم هذا اللاين. أيضا من بعض البروبرتيز اللي إحنا ممكن نستفيد منها بعد بناء الشكل، يعني إحنا على سبيل المثال بس اخترنا اللابس يكون موجود في منطقة المنتصف، واضطرينا أو احتجنا أنه نغير مكان هذا اللابس بعد إتمام عملية الرسم، يكون الموضوع شوي شبه مستحيل، لكن في خاصية اللوفت بمكنني من ذلك. بكل بساطة بفتح القائمة لوفت وبختار شيب، والآن بروح أعمل كليك مثلا على اللابس اللي هون اللي أنا رسمته، تظهر معي الأكسس، بصير بإمكاني أغير مكان هذا الشكل وأعكسه على الجيومتري النهائي. في النهاية أنا موجود عندي هون ستار، ممكن إني أنا أغير مكانها، بس ما رح أشعر بأهمية مهولة، لأنه أصلا هي أوريدي النهاية يجب أن تكون اللابس، والبداية يجب أن تكون سيركل، لكن راح يكون تأثيرها عكسي على المنطقة اللي موجودة ما قبلها. يعني أنا بتحكم في المنطقة اللي بين اللابس والسيركل، بتحكم في المنطقة الموجودة بين اللابس والسيركل. لو شاهدنا مسقط جانبي ممكن يكون أو تكون عملية السيلكشن أريح وأدق. هيك احنا بنتمكن من عملية تغيير اماكن هاي الاشكال اللي احنا قمنا باضافتها على اللاين. بتمنى انه احنا نشتغل على الموضوع اكثر من ذلك، بحيث انه يظهر معانا الشكل بطريقة، او نتمكن من استخدامنا لهاي البروبرتيز لوفت. هذول الأربعة موديفاير اللي خاصين بالشيب هم من أكثر الموديفاير لللاين اللي ممكن إحنا نقوم باستخدامها. لذلك الأمر يجب تطبيقها والخروج بنتيجة حرفية ونتيجة جيدة للعمل اللي إحنا بنشتغل عليه. إن شاء الله في الدروس اللاحقة رح نحاول إنه نستفيد من كل الأشياء اللي إحنا تعلمناها، للموديفاير اللي خاصة للشيب، والموديفاير اللي خاصة في الجيومتري، والكونفرت اوبجكت تو اديتابل،
اللي هم من اذا بتتذكروهم الاكسترود والاوتلاين والانسرت والبريدج وكل هاي الامور، وراح نحاول نعمل اضافه عليهم بحيث انه نحاول نتمكن من بناء عنصر. الان بعد هاي الدروس اللي احنا تعلمناها صار عندنا مقدره باذن الله انه نقوم ببناء عنصر بشكل فوق المتوسط، بلاش نحكي ممتاز، فوق المتوسط. كل الأشكال اللي رح نشتغل عليها لاحقا رح نحاول نوظف فيها كل هاي الموديفاير اللي احنا تعلمنا عليها واشتغلنا عليها سواء كانت جيومتري أو كانت شيب. يعطيكم العافية شباب، وبتمنى للجميع الاستفادة إن شاء الله.